المساء الجميل في هذا الحضور الشيق والجميل من شعارات ابناء دول مجلس التعاون الخليجي ليشاركون هذه الفرحة الخليجية الكبيرة على ارضية ميدان المرموم في دانة الدنيا دبي، حيث يسير على بركة الله وتوفيقه شوطنا التاسع الخاص بفئة الابكار انطلاقة سليمة وموفقة. نتمناها لكل المشاركين واسير مباشرة الى الصدارة الى المقدمة والى المركز الاول. وهنا تبدأ الرجاوي بشعر حمد بن علي بن حمود المالكي ضيفتنا من السلطنة، تتقدم على مقدمة هذا الشوط، بينما الانتقال الى المركز الثاني لأتابع حملولة سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، بينما ننتقل الى المركز الثالث لنتابع الوصول الان. ارى التقدم في هذه الانطلاقة المثيرة، الوصول من حاملة رقم 40 هذه اللي واصلة الان. تتقدم الظبي ناصر بن علي بن حبيب الهشامي تحتل المركز الثالث، بينما اشوف المركز الرابع اللي تقدمت واندفعت هذه منذرة لسيف بن متعب بن سيف الاكتبياتي على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس تتقدم الان الاتحادية عبد الله بن خميس بن عامر الربيعي، بينما اتابع المركز السادس الدخول الان. هذه وصلت الشبابية سالم بن سيف بن عبد الله المنصوري، بينما المركز السابع اللي تقدمت الان اللي وصلت في هذه اللحظة هذه الداير سلطان بن علي بن ميرين الاكتبي، بينما في المركز الثامن اللي تقدمت هذه الشاهنية فيصل بن محمد بن غدير اللي في، بينما في المركز التاسع هذه هي جميلة مسعود بن سعيد بن غصرة العامري، بينما في المركز العاشر شعار العمالة يأتي على ظهر نوادر علي بن عبد الله آل فهده المري. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء للعشرة المراكز الأولى، بينما سامي وشعارات غوية قادمة لم يحين موعد دخولها ونداها مع الكادر الإعلامي عبر هذه المتابعة، عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسنج والقنوات الناقلة لهذا المهرجان، مهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي. ولكن عودة إلى الصدارة، عودة مع اللي غيرت الان، اللي غيرت الشاهنية فيصل بن محمد بن غدير اليحافي ضيفنا من السلطنة، يبحث عن الانجاز، يبحث عن الابداع، يبحث عن الفنون في هذا المساء. الله اين وصلنا؟ بدينا ننحني مع المنحنى الاخير، مع الالتفاف الاخير، ولكن شوف للي قادمة، شوف اللي واصلة، نوف 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 هزاع بن ناصر بن سرود الخيالي، ولكن بالرويه قادم الان ليقدم لنا اقرار احمد بن محمد بالرويه الخيالي، ولكن الذاير سلطان بن علي بن ميرين الاكتبيه، وتقدم شعار بالحزمي يا هي معركه الغلاف الجوي الاخير، والمعركه بينها للرماح، بينها للرماح، يظهرون الابداع، يظهرون القوة. نوف وهناك اللي غيرت الى الصدارة الاولى، اللي غيرت اغرار ام غرار، غرار احمد بن محمد بالروية الخيالي بذكريات المائدية، بذكريات المائدية. الله السلام الى اهل الرماح في مدينة العين، سلام الله عليك يا بالروية، تهانينا لابو احمد محمد بن
الروية الخيالي، سلام لأهالي رماح، سلام تانينا لأحمد بن محمد بالروية على فوز غرار. المركز الثاني نوف بشعار هزاع بن ناصر بن سرود الخيالي. المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام اللي هي ندى لسعيد بن سالم بن حمد الهديلي. المركز الرابع كان الوصول من فزعة بشعار أحمد بن حزبي بن قناص العامري. المركز الخامس كان الوصول من أيضا مدللة بشعار محمد بن سهيل بن سالم الخيالي. هكذا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، هذه هي غرار، تؤكدوا هذا القرار، تؤكدوا هذا الحضور المسائي الجميل بخمس دقائق 54 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لأحمد بن محمد بن روية الخيالي على فوزه وانتصاره في هذا المساء. المركز الثاني نوف، خمس دقائق 55 ثانية، بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس لهزاع بن ناصر بن سرود الخيالي، والتحية لك الحكماني المتابع في التضمير. المركز الثالث كان الوصول من قبل اللي هي ندى بخمس دقائق 56 ثانية، جزءا واحدا من الثانية. تهانينا لسعيد بن سالم بن حمد اليدي.